أصدر وزير المالية محمد معيط قراراً باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقرراً في الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة.